أصهر المصالح شرطة الحدود وطارتها من ماي بمناسبة افتتاح الرحلات الداخلية على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 والمتمثلة في تطبيق جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة بارتداء الكمامات، مراعاة التباعد بين المسافرين والعاملين بالحيز المطاري، ارتداء القفازات، معالجة جميع الرحلات في ظروف جيدة سواء بالنسبة للمسافرين أو الشركاء العاملين في المطار، مع تحسيسهم بضرورة الالتزام الكلي بجميع التدابير المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 سواء صادرة عن مصالح المديرية العامة الوطني أو مديرية الصحة.